مرحبا بكم مشاهدينا، اهلا وسهلا بكم في هذه الحلقه الجديده من برنامج ضيف وحوار. مشاهدينا الكرام، الاوضاع في العراق متغيره بشكل مستمر. هناك احتجاجات اليوم في العاصمه بغداد ومنذ ايام اعتراضا على نتائج الانتخابات النيابيه المبكره التي جرت في الشهر الماضي. هناك معارضون لنتائج هذه الانتخابات، ومن جانب اخر هناك مدافعون عن نتائج هذه الانتخابات ويؤكدون ان الانتخابات جرت في اجواء نزيهه وشفافه وفي وسط مراقبة دولية ورقابة محلية كبيرة تؤكد بأن المفوضية قامت بأعمالها بشكل كامل. لكن في مقابل هذا هناك أيضا أوضاع في محافظة كركوك، أوضاع سياسية وأمنية ربما تكون متوترة أو قد تفتح الباب لتوترات جديدة بين المكونات وممثلي المكونات المختلفة في هذه المحافظة. للحديث عن تفاصيل هذا الموضوع ورؤية المكون العربي في محافظة كركوك للأحداث الجارية على الساحة العراقية بشكل عام وفي محافظة كركوك بشكل خاص، نستضيف في برنامجنا هذا اليوم السيد محمود زيدان، عضو المكتب السياسي للتحالف العربي في كركوك. مرحبا بك استاذ محمود في برنامجنا. اهلا وسهلا، شكرا جزيلا. استاذ محمود، نبدأ في الاعتراضات او الاحتجاجات التي تشهد العاصمة بغداد والتي شهدت صدامات امس فيما يتعلق بنتائج الانتخابات النيابية. هناك اعتراضات كبيرة من بعض الكتل السياسية تجاه هذه النتائج، تؤكد ان هذه النتائج لم تكن واقعية بالنسبة لها، خسرت مقاعد كثيرة في هذه الانتخابات. هل تعتقدون أن هذه الاحتجاجات هي ربما محقة في مطالبها أم أنها مجرد ضغوط على المفوضين من أجل تعديل مسارها وربما في التنازل عن بعض ربما المقاعد لجانب تلك الكتل السياسية؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا لجنابك وقناة تركمان العزيزة وجمهور الكريم. يعني بالتأكيد أصبح الشبه قريب من التقبل كل عراقي بأنه هناك دائما اعتراضات على أي قرار أو عالي، خاصة الانتخابات. نعم. كوننا المجال مفتوح لضخ هذه الاعتراضات للساحة وعدم القبول بنتائجها كانتخابات غيرها من القرارات الأخرى اللي قد يكون الحديث فيها. الجانب الثاني هو مثلا مسألة البيشمركة وغيرها. فمسألة انتخابات مسألة مصيرية في تحديد مسار البلد خلال السنوات القادمة وما بعدها أيضا، لأن تترتب على ذلك قرارات وتشريع قوانين. فبداية نقول يعني هذه التحركات في زاوية معينة هناك خلل في مسار الانتخابات من الأليف إلى الياء. استبشرنا خيرا في بداية الانتخابات بأن هناك إجراءات أقدمت عليها المفوضية بدءا بمكتب كركوك، وإرسال اللجنة إلى المحافظة كان شيء إيجابي، المتابعة الأممية كانت شيء إيجابي، كلها مبشرات. العملية جرت بسلاسة وبتسهيل وتيسير الأمر للمواطنين. تنقلات الناخبين كانت جيدة، القوات الأمنية التي نشيد بشكل واضح لأدائها أيام الانتخابات حيث كانت داعم للناخبين في تسيير وتسهيل أمورهم. لكن للأسف الشديد لم تكن النهايات كما بدت، حيث الإعلان عن النتائج، مجرد تأخير إعلان النتائج هذا يعطي استفهامات على العملية لماذا لم تخرج. إضافة النتائج النهائية خاصة. النتائج النهائية التي كانت ضمن المقررات أنه النتائج تخرج بعد 24 ساعة. الاعتراضات الكبيرة يعني من خلال يعني استبعاد أو تصفير كثير من الأحزاب والكيانات في الانتخابات لها باع طويل ولها حضور كبير في العمل السياسي عموما والانتخابات. هذه أدت إلى إصدار بيانات من تلك الأحزاب بعدم الاعتراف بنتائج الانتخابات والعملية الانتخابية. كل هذا أعطى مساحة كبيرة للاعتراضات وأعطى مساحة كبيرة للنزول إلى الشارع من قبل المتظاهرين. يعني ربما الشارع نفسه أو المواطنين هم نفسهم ربما رفضوا المسار الذي تنتهجه تلك الكتل السياسية والأطراف السياسية، ولذلك لم تحصل على مقاعد أو ربما نتائج مطمئنة بالنسبة لهذه الكتل. نعم، هو الشارع العراقي عموما هو متحزب. نعم. حتى وإن لم يكن ينتمي، هناك تعاطف، هناك تقارب لبعض الأحزاب والكتل والكيانات التي لها تماس مع هذه الجماهير حتى وإن لم تنتمي. نعم. فعندما رأت هذا الاستبعاد وهذا التصفير لتلك الأحزاب، بالتالي أكيد سيكون لها نزول للشارع رغبة، حسب رغبة تلك الأحزاب والكيانات لتسجل اعتراضها على تلك العملية، فلم يخرجوا عبثا. لكن هل نقول بأن جميع من خرج هو محق فعلا بنتائجه تحديدا؟
ليس هناك جزم بذلك، لكن بالعموم هي العملية الانتخابية لم تكن مرضية للشارع العراقي ولكثير من الكيانات. يعني كأداء من قبل المفوضين لم تكن مرضية؟ النتائج لم تكن جيدة، النتائج كان فيها خلل كبير، وهناك أحزاب قدمت أدلة كبيرة وواضحة يعني تثبت عدم يعني النتائج المرضية لها، المرضية ليس حسب رغبتها لكن النتائج التي تستحقها. نعم. أيضا هناك يعني نظر في المفوضية فيما يتعلق بالطعون المقدمة والأدلة المقدمة في نتائج الانتخابات، هناك مرشحين وكتل سياسية وكثير من اعترضوا على نتائج الانتخابات وقدموا طعون في هذه النتائج، والآن المفوضية مستمرة أعتقد لحد يوم الأحد. اليوم الأحد أعتقد ستحول هذه الطعون والدعاوى إلى الهيئة القضائية للنظر فيها خلال 7 أيام عمل من أجل حسمها. يعني إن شاء الله خلال الأيام القادمة ستحسم هذه الملفات، لكن تبقى النتيجة. نعم تحسم. نعم. لكن هل هي مرضية لهذا الشارع العراقي لمن سجل اعتراضه ونزل إلى الشارع؟ لابد من تسوية الأمر، لابد هناك إذا كان يعني بالعموم نتكلم. نعم. إذا كان هناك أخطاء معينة من قبل قائد أو من قبل رئيس فريق أو كذا ويريد أن ينهي مسار العمل مع الرعية لابد من معالجة، هناك مجال معين للمعالجة، هناك مجال معين للأخطاء، والمفوضية أولا وأخيرا نتقبل منها، هناك نسبة من الأخطاء واردة مقبولة يعني، فممكن معالجتها وترضية تلك الأحزاب ليس إرضاؤها على حساب الآخرين. نعم. فالكرة في ملعب المفوضية، الكرة في ملعب الحكومة بأنه تقارب مع تلك، تقرب وجهات النظر، تتقارب معهم من أجل إنهاء، لأن جميع الشعب العراقي بكافة أطيافه ومكوناته ينتظر النتائج لكي يعبر مرحلة بناء، عسى ولعل أن تكون بناء، لأن يكفي هذه السنين ما مر بها هذا الشعب الجريح فعلا يعني من مشاكل ومن يعني أوضاع مضطربة في كافة المجالات ليست السياسية فقط، الأمنية والاقتصادية وغيرها. نعم. طيب في كركوك يعني كيف كانت نتائج الانتخابات؟ هل كانت ربما تعبر عن إرادة الناخبين في هذه المحافظة؟ تقسيم الدوائر نوعا في ظل عدم وجود احتجاجات يعني في كركوك، ليس قياس يعني عدم وجود، اكتفوا بمظاهرات بغداد. نعم. وهناك كان بعض الوقفات والمظاهرات لبعض الأطراف أمام مفوضية كركوك. نعم. لكن تقسيم الدوائر نقول نوعا ما عالج، يعني مثلا إذا ذكرت الحويجة هي ثلاث يعني راضين بالنتائج مهما كانت. نعم. كونا تمثل المكون، وللأسف الشديد أصبح التوجه توجه مكونات في المحافظة. نأتي إلى الداخل نوعا ما هناك يعني رضا بالنتائج. مقبول بالنتائج. نعم. هناك اعتراضات يعني من القبل، نسبة المشاركة أيضا كانت قليلة يعني. وهي نسبة المشاركة ذكرناها في لقاءات سابقة، على الجميع أن ينتبه لنسبة المشاركة وتبدأ ملامة النفس على كل الكيانات والسياسيين في العراق أن يعتبروا من نسبة المشاركة. نسبة المشاركة أكبر رسالة لهم إلى جميع السياسيين والأحزاب بتسقيطهم، نسبة يعني ما مقبولة نهائي. نعم. وإذا سألت الشارع غير راضي بالعملية السياسية وغير راضي بالسياسيين والممثلين، الشارع العربي أو الكردي أو التركماني ينتقد ممثليه في أدائهم، لذلك كان الواجب على الأحزاب وعلى الممثلين أن يكون أداء يعني. للأسف الشديد المسألة التي أصبحوا جميع أقول أغلب السياسيين الموجودين ممثلي المكونات أصبحوا يراهنون على أو يدغدغون مشاعر المكون بظلم الآخر بممارسة الآخر، ولم يتجه إلى أداء جيد أفضل يرتضيه الشارع أو يطمح إليه الشارع. نعم. أصبحت الثقافة بها، وهي أكبر مشكلة للأسف الشديد أنا كسياسي متابع للوضع أعتبرها المشكلة الأكبر. أن الشارع الكركوكي مثلا. نعم. أصبح كل همه جانب المكون، لم يلتفت إلى أداء ممثليه كونا أن الطرف الآخر موجود، وفي حال عدم وجود هؤلاء الممثلين عن مكونه سيصبح هو في زاوية ضيقة وسيعاد عليه ظلم وكذا وكذا ممارسات. يعني تذمر، هناك تذمر من الآخرين. نعم. تذمر من الشارع اتجاه المسار الذي تسير عليه الكتل السياسية في العراق عموما وليس في محافظة كركوك. يعني في كل العراق هناك توجه نحو تغيير الخارطة السياسية. نعم. وفعلا هذه النتائج
حسب النتائج المعلن من قبل مفوضية الانتخابات، النتائج الأولية كان هناك تغيير واضح في ملامح الخارطة السياسية على مستوى العراق. ربما هناك أطراف سياسية ستشارك في الحكومة القادمة، ستكون لها دور فاعل لم تكن تأخذ هذا الدور في الحكومات السابقة. يعني نعم نعم، أو نتمنى أن يكون المستقل الأخير، أن لا يرضخ أمام ضغوطات الأحزاب الممثلة سابقا. نعم. والتي مارست دور غير مرضي من خلال تمثيل الحكومي أو البرلماني. نتمنى لهم الشباب والمستقلين أن يأخذوا دورهم الحقيقي كما بدأوا، وأن لا يرضخوا للضغوطات، وغدا نراهم تحت عباءة كيانات وأحزاب، وتعاد الكرة على الشارع المسكين فعلا. نعم، يعني في محافظة كركوك هناك ربما بعض الأقاويل فيما يتعلق بالملف الأمني، كان هناك مؤتمر صحفي للمكونين التركماني والعربي، الجبهة التركمانية العراقية والتحالف العربي، فيما يتعلق بقرار القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن تشكيل ألوية من البيشمركة والقوات الاتحادية لمسك الملف الأمني في بعض المناطق ما تسمى بالمناطق المتنازع عليها، أيضا منها محافظة كركوك. نعم. لديكم اعتراض على هذا القرار؟ نعم. لماذا هذا الاعتراض؟ ما هو يعني التوصيه، احنا اولا واخيرا نرجع الى الدستور. نعم. والدستور يحترم من قبل الجميع، بدءا بحامي الدستور الى اصغر مواطن. التوصيف الدستوري لهذه القوات، قوات البيشمركه، واضح. اذا اقحامها في ملف هذا قوات حرس الحدود، هذا الجانب الاول، حرس الاقليم، حرس الاقليم، هذا نعم. جانب. الجانب الثاني، اكو ممارسه واكو قبول، يقول حتى لو كان حق، يقول ليس كل حق يقال. كيف إذا كانت هذه الممارسة، أنا بداية لابد أن أذكرها في كل لقاء، نثمن دور البيشمركة في تضحياتهم ومواجهة داعش، نقطة راس سطر هاي. نعم. لا اعتراض عليها. لكن أكو هناك اعتراض من قبل مكونين مهمين، العرب والتركمان، الشارع، عدم قبول دخولها إلى المحافظة للممارسة السابقة، الملف بالكامل الذي عليه ملاحظات كثيرة. إذن لهذين السببين لابد من إعادة قراءة أو دراسة هذا القرار، والحفاظ على كركوك التي يدعي الجميع بأنها عراق مصغر، وأنها يعني كركوك نبض العراق، وكركوك وضعها حساس وخاص. إذن الاستراب، كل الاستراب، لماذا يثار موضوع البيشمركة بين الحين والآخر وفي يعني مواعيد أوقات محددة تثير الشارع؟ لماذا لا نبتعد عن هذا الموضوع؟ كركوك أمنيا ذكرناها سابقا لا تحتاج إلى قوات إضافية حتى في مواجهة داعش والداخل، لكن هناك أمور أخرى ممكن أن تنتبه إليها القيادة العامة للقوات المسلحة ونذكرها دائما، ألا وهو الجهد الاستخباراتي داخلا وخارجا. لا نحتاج زيادة قوات إضافية، فالقوات الموجودة كافية لصد داعش. داعش أنفار قليلة، ممكن مواجهتهم وتضييق الخناق عليهم وإنهائهم بالكامل من خلال الممارسة أو من خلال الجهد الاستخباراتي الذي يعتمد على تكثيف الجهود في المنطقة والاستعانة بأهالي المناطق في كشف تلك الفئران وخروجها من أوكارها. طيب، يعني بعد أحداث 16 أكتوبر 2017 كركوك أفضل أمنيا من قبل ما كانت عليه؟ يعني لو نسوي استفتاء بالشارع 99% أكيد أفضل. أفضل واضح. يعني السبب يعني تواجد القوات الاتحادية، أم أن هناك ربما عدالة ومساواة بين المكونات فيما يتعلق بهذا؟ جميع المناطق كردية عربية تركمانية بالعموم كركوك تشهد بهذا الأمر. لا هناك اختطافات، لا اغتيالات، لا سرقة السيارات، لا كذا كذا. أنا من إلي أصحاب يعني في مناطق كردية، قبل ما كانوا يؤمنون على سياراتهم، هسه يؤمنون عليها، يقول يعني مباشر، يعني سامع. نعم. هذا الكلام من قبلهم. الجانب الأمني، تفجيرات ماكو تكاد تكون، ماكو يعني. نعم. اختطافات ماكو، جثث ماكو، هالأمر يعني لا يختلف عليه اثنان. لكن دائما نقول بأن كركوك لا تحل مشاكلها إلا بالتوافق، إلا بإرضاء جميع الأطراف. ما ممكن تسلط طرف على طرف آخر إلا ويحدث إرباك ومشاغبة ومشاكسة، بالتالي تنعكس على أبناء المحافظة. طيب، يعني الآن هل نكتفي بالرفض؟ يعني العرب والتركمان هل يكتفون بالبيانات والرفض والاحتجاج لن نقبل بدخول البيشمركة، أم هناك ربما إجراءات أخرى؟
يعني في حال اتخذت الحكومة قرار يعني فعلي بهذا الخصوص بدخول قوات بيش مالك. نحن كمكون عربي وممثلين عن المكون العربي سواء الاتحاد العربي أو غيره من الأحزاب، احترامنا وتقديرنا لجميع ممثلي المكونات والمكون العربي، لا ندعي بأنه نحن الممثلين الوحيدين، لكن نحن نحترم الدستور ونلتزم بالقوانين. أي مسار قانوني نحن نلجأ إليه بالبيانات، بالمؤتمرات، بالمظاهرات، باللجوء إلى قيادة بغداد، يا قيادة يا ناس كركوك ما تتحمل هذه القرارات، ما تتحمل هذا التوجه من قبلكم. أما أن تكون كركوك على طاولة المفاوضات لمفاوضات سياسية أو مكتسبات سياسية العفو، هذا مرفوض من قبلنا. نرفض أن تكون كركوك على الطاولة من أجل مكتسبات سياسية، خصوصا ونحن مقدمون على تشكيل الحكومة. هذا الأمر لابد من التنبيه عليه وإعلانه. تتوقعون أن كركوك راح تصير ورقة مساومة بين الكتل السياسية؟ للأسف الشديد كركوك من يومها هي ورقة للمساومة، للأسف الشديد. كركوك الكل يدعي بأن كركوك في القلب وكركوك نبض وكركوك كذا، لكن عند المنافع وعند المساومات تروح كركوك في. طيب كيف يعني التحالف العربي في كركوك كيف ينظر إلى مستقبل كركوك؟ يعني كيف يمكن حل الخلافات بين المكونات المختلفة حول هذه المحافظة؟ كيف يمكن تأمين مستقبل أبناء هذه المحافظة؟ تأمين ثرواتها؟ يعني ثروة كركوك لحد الآن لم يستفد منها أبنائها حتى هذه اللحظة، وحولها ندندن منذ اليوم الأول بأنه أهالي كركوك، ونقول عندما نرفع شعار كركوك لأهلها لا يعني منع الآخر من الاستفادة منها، لكن أهل بيتك أولى أولا، ومن ثم الجار ومن ثم، وليس كرها بالجار أو ضد الجار. هذا العراق عراق واحد وكركوك عراقية، شئنا أم أبينا، ومهما رفعت الشعارات كركوك عراقية. هذا أمر يعني قيمة عليا نعمل عليها كتحالف عربي، وما ممكن التنازل عن جزء من هذا الشعار. تبقى الآلية، هناك آليات لتطبيق هذه القيمة وهذا الشعار، هو أنه أجلس مع أخوي التركماني، مع أخوي الكردي، مع أخوي المسيحي، مع الكل، أنه نخرج هذا الشعار بما ينفع مصالح الجميع. أني كعربي فائدتي من كركوك، أني بن كركوك أريد أستفاد من كركوك، من خيرات كركوك، أنظر لأخوي التركماني، أخوي الكردي المسيحي أنه متنعمين في هذه المحافظة. كيف العملية، كيف تتم هذه؟ أجل آليات اللي تحقق لي هذا الهدف، وليس الهدف أنه أني رافع الشعار هاي إلي وهاي الكركوك أو مناصب، حتى مناصبها أنا خلي يجي قائد أو محافظ كردي تركماني، المهم أنعم بخدمات، أنعم بتعيين الشباب، أنعم بثروات كركوك، البنزين وصل كذا والكهرباء والكذا، الخدمات موجودة، وين النعيمان؟ وإذا كان المحافظ عربي شو استفاد يتاني مع جزء هي الحل. جزء هذا ممكن الجانب الآخر احنا ذكرناه، خدمات كركوك يعني فرق كبير عن المحافظات كثيرة. يعني اجتازت جميع المحافظات في الخدمات والتبليط والهاي يذكر للإدارة. لكن أنا أذكر كمثل، العربي ليس شرطا لكي أنعم، ممكن يكون بالتركماني، يمكن يكون بالمحافظ الكردي. نعم. الإدارة المشتركة هل هي الحل ربما يعني بين المكونات المختلفة؟ هي كركوك تشمل الجميع والكل منتمي لكركوك، الإدارة بالتأكيد الإدارة المشتركة هي الحل، لكن ليس على حساب لا تكون تحت مسمى المحاصصة، أن يأتيني مدير عام أو قائد أو كذا ليس لديه يعني أبجديات العمل الإداري أو مؤهلات الدراسة الأساس. لابد أن نبحث عن الكفاءات في سواء كان من أي قومية، الكفاءات، وليس المحاصصة قتلت الكفاءات، دمرت الكفاءات. نعم. للأسف الشديد يعني في مجلس النواب وفي البرلمانات وفي أي ربما مجالس أو حتى تمثيليات سياسية هناك الأغلبية يعني يكون قرارها هو السائد. يعني في انتخابات مجلس النواب العراقي التي جرت الشهر الماضي، المكون الكردي حصل على 6 مقاعد حسب النتائج الأولية، نتحدث عن النتائج الأولية. نعم. 6 مقاعد بالنسبة للتركمان والعرب طبعا أكثر. نعم. التركمان حصلوا على ربما 2 مقاعد والعرب على 4 مقاعد. يعني الكرد ليس من حقهم أيضا أن يفرضوا رأيهم فيما يتعلق بمستقبل كركوك، أن يفرضوا رأيهم فيما يتعلق
إدخال البيشمركة إلى محافظة كركوك؟ كمخرج انتخابي واستحقاق تمثيل استحقاق انتخابي وتمثيل سياسي، نعم، بالتأكيد يكون ما تفضل به هو صحيح، لكن كونا كركوك وضع خاص والتجربة أثبتت للأسف ليس في كركوك عموما، حتى على مستوى العراق في سنة 2005 عندما حقق التحالف الشيعي الأغلبية لم ينفردوا بتشكيل الحكومة، ما إنما أدخلوا الآخرين من العرب السنة في الحكومة، كونا أصبح أمر بديهي ما ممكن أن يقاد هذا البلد من طرف واحد، والطرف الآخر إذا كان معارض سيكون مشاكس مشاغب كذا كذا، ما ممكن تقاد هذا المركب، ما ممكن أن كركوك بالذات ما ممكن حتى لو حقق الأخ الكرد الأغلبية أو الستة، طبعا مجلس المحافظة هو الذي يقرر الإدارة، لكن على ضوء نتائج الأولية لابد أن يجلسوا الأخوة مع الآخرين وأن يكون تشكيل الإدارة في كركوك تشكيل توافقي، الأغلبية استحقاق لكن لا تنفع في واقعنا في كركوك وفي العراق. يعني كركوك على مبني على التوافق في توافق كل نعم في كل قضايا، نعم، إذا سواء الملف الأمني أو السياسي، ما هو من يبدي من رأس الهرم يعني التوافقي، بالتالي اتفاقية 2012 يعني كانت نوعا ما فيها علاج لهذا الأمر أنه المناصب وزعت، لكن لحد الآن المناصب احنا نقول تم تسوية المناصب تم تقاسمها لكن لم يكن بالشكل المرضي، لا زالت هناك دوائر وهناك مديريات وهيئات لم يسلط عليها هذه الإضاءة بالتقاسم. نعم، يعني الحسابات الانتخابية لا تؤخذ بنظر الاعتبار فيما يتعلق بمسألة التوافقات. نعم، في حال يعني المكون لا ينظر إلى عدد مقاعده وأغلبيته أو أقليته. لا العفو، يعني وإلا ليش انتخابات سواء يعني، لكن نقول بأنه انتخابات أفرزت فوز الكتلة الفلانية. نعم. تدعو الآخرين إلى تشكيل الحكومة أو الإدارة. تكون على رأس لكن هناك بعض الأمور لابد أن يتوافق عليها الجميع في اختيار، في تقاسم، يعني إذا على الانتخابات أنتجت نتاج معين ينفرد بها أحد الأطراف والآخرين هناك تسوية للأمور، يعني تمت لكن لم تتم بالشكل المرضي، يكون المحافظ مثلا إذا تم كردي يأتي النائب من المكون العربي الآخر من التركماني، تأتي قيادة الشرطة بيد طرف، القيادة الأخرى الموازية لها تكون بيد الطرف الأخر، يعني المسألة ليست معضلة وليست بمعجزة لكن تحتاج إلى نوايا صافية ونوايا يعني صادقة لبناء المحافظة وبناء البلد. يعني انتخابات مجالس المحافظات أيضا أمامنا إن شاء الله. نعم. في الفترة القادمة إن شاء الله بعد انتهاء الموضوع أو حسم ملف الانتخابات النيابية ستكون هناك أيضا انتخابات لمجالس المحافظات، وكركوك أيضا مشمولة بهذه الانتخابات. نعم. لأول مرة منذ سنة 2005 إن شاء الله هذه الانتخابات تكون. ستكون ربما حامية البطيس إن شاء الله. إن شاء الله فيما يتعلق بمنصب المحافظ في كركوك باعتبار أنه المكون الكردي حصل على منصب المحافظ في كركوك منذ سنة 2003 نعم وحتى سنة 2017 نعم، المكون العربي أيضا حصل على منصب المحافظ حتى هذه اللحظة من سنة 2017 وحتى هذه اللحظة، هل يمكن أن نشهد خلال الفترة القادمة يعني خاصة بعد انتخابات مجالس المحافظات تنصيب محافظ من المكون التركماني أيضا؟ لما لا؟ يعني ليش لا؟ ليش ما يكون المحافظ تركماني؟ وبهذه الطريقة ممكن نطبقها عمليا أنه يكون كركوك للجميع. نعم. وكركوك ممكن يكون مواثليها الجميع، نعيش تجربة أنه المحافظ تركماني. يس. لا لكن هذا لا تكون حكرا على يعني خارج الاستحقاق أو مكون معين مثلا، إذا يعني نريد. نعم. نوصل لتمثيل المحافظ للمكون التركماني ما ممكن كنتاج انتخابي. ما ممكن أكيد. يعني ما حسب النتائج الموجودة النتائج يعني. لازم يتحالف مع طرف آخر ضمن مساومات. نعم. معينة أو توافقات خلينا نقول يصعد المحافظ، هاي ما ممكن تصير، فإذا أردنا كالطرف هنا إذا التركمان بطرف ممكن العرب والكرد يكونون في طرف آخر. نعم. أنه مبادرة أنه يكون المحافظ تركماني وننطي هاي الصورة في أحد. نعم. كرمزية يعني كمنصب رمزي رمزي والآخرين. نعم. يكونون معاه في صنع القرار. نعم.
قلت عندنا كركوك 140 ماده 140 عرضت على احد النواب في وقتها، وكان عندنا لقاء مع نائب كردي ونائب تركماني وانا عضو لا نائب ولا شيء. نعم. فعرضت عليهم، كان اللقاء في زمن حرج، ليش ما نطالب بخدمات كركوك؟ نسوي لجنه ونروح على المحافظ في حينها يعني دكتور نجم الدين الله يرحمه ونطالب بخدمات كركوك. ليش دائما نعرض مساله ال 140 والمسائل الخلافيه اللي هي قرارها مو بيدنا؟ القضايا السياسيه. قضايا وكركوك تاخذ نظره عنا كسياسيين انه احنا متفقين، ليش دائما انا اظهر امام الطرف الاخر انه مختلف معاه؟ ما هي اكو توافقات بيناتنا بنسبه 70% اذا مو اكثر. نعم. خلي نشتغل على هاي ال 70 ونطمئن الشارع الكركوكي انه احنا مو الخلافات قليله، والخلافات هاي مو بيدنا. يعني القرارات اللي 140 وغيرها وغيرها. نعم. بغداد موجودة أو نعرض الخدمات، وأنه أنا من منطقة الطريق بغداد أطالب بخدمات المصلة، والنائب التركماني طالب بخدمات رحمه، والنائب الكردي طالب بخدمات طريق بغداد. يعني فكرة جميلة. نعم. تم تأييدها، لكن التطبيق أمام معوقات. واقع كركوك معيق جدا لكل من يريد أن يبحث عن مصلحة أهالي كركوك بالعموم. نعم. أما المكون موجودة، هي هاي الورقة اللي يعمل عليها الكثير من السياسيين للأسف الشديد. نعم. يعني فيما يتعلق أيضا بمستقبل كركوك، هل هناك ربما أطروحات أو ربما مقترحات من التحالف العربي فيما يتعلق بوضع حلول توافقية فيما يتعلق بمستقبل كركوك؟ هل لديكم أطروحات طرحتموها في الاجتماعات السياسية؟ ليس تحيزا للعرب يعني حقيقة. يعني أنا ابن كركوك ومتعايش مع جميع أبناء كركوك من أطرافها إلى أطرافها الحمد لله. يعني الشيء اللي أفتخر به بأنه ما أطب منطقة في كركوك إلا وعندي وجود بها قبل حتى العمل السياسي. نعم. فكركوك تهمنا وكركوك في قلوبنا فعلا، يعني أنه إحنا كعرب بالعموم ما عندنا يعني مبادرين لهذه الأمور حتى قبل أكتوبر وبعد أكتوبر. أي حل يرضي الجميع ويحقق مصلحة الجميع، المكون العربي والتحالف العربي من المؤيدين له، لكن يحتاج إلى طاولة وجلوس وتقاسم لتلك بين قوسين الغنائم في كركوك. فأهالي كركوك يعني لم ينعموا بخيرات كركوك، ويكفي هذه 18 سنة صار أو 18 سنة لحد الآن. شنو نتاجات كركوك؟ شنو اللي استفاد من عند أبناء كركوك؟ للأسف الشديد ماكو. طيب متى ستجلس أو سيجلس ممثلو المكونات في كركوك؟ هل نحتاج إلى انتخابات مجالس المحافظات وبعدها يتم وضع الحلول لما يتعلق في موضوع كركوك والمناصب وربما المستقبل السياسي لمحافظة كركوك؟ والله كمكون عربي يعني أنا من ضمن الموجودين ضمن أغلب الوفود اللي تمت مع الأخوة في الجبهة التركمانية، مع الأخوة في الاتحاد الوطني، الأخوة الكرد، يعني لقاءات مستمرة، وكنا نبادر إلى أنه نروح نزور هذه الأطراف وندخل في نقاشات وحتى في تحالفات، يعني مجالس استشارية إن صح التعبير. كنا مع الأخوة التركمان كذلك مع الأخوة الكرد، شكلنا لجان للتواصل حتى قبل أكتوبر. نعم. أنه مثلا في مسألة المحافظ، استبدال المحافظ، يا أخوان هذا المحافظ كذا الممارسة مالته ده يثير مشاكل، ووصلنا الاتفاق في حينه إلى استبدال المحافظ. كذلك مع الأخوة تركمان حددنا عدة نقاط للتحرك لحلة مشاكل كركوك، خاصة الإدارية والمناصب. مسألة المناصب كان الملف الرئيسي، لأن يعني ما يثير الشارع واللي ينعكس على إثارة السياسيين بأنه أنت يعني تشوف 90 أو 70% من هاي المناصب رايحة استحواذ بالكامل. نعم. على تلك المناصب. لكن للأسف الشديد دائما القوي يعني يحاول يعني يثبت وجوده أكثر فأكثر، وما يعطي يعني مجال للآخر أنه يدخل شريك معه بنسبة ولو مو مناصفة حتى بنسبة شوية أكثر من. نعم. طيب بغداد، يعني حكومة بغداد كيف تلاحظون دورها فيما يتعلق بملف كركوك؟ هل هي ربما داعمة لملف الكركوك، داعمة لملف أو داعمة للتوافق بين مكونات كركوك لحل المعضلات الموجودة، أم أنها بالعكس تعقد اتفاقات مع أربيل دون الرجوع إلى ممثلي كركوك؟ نعم نعم، وهذا ما تضمنه البيان وتضمنه. نعم. تصريحات يعني دائما نقول أنه بغداد انفردت بالقرار مع الإقليم وطالبنا بغداد ليس في هذه المرة فقط. لا لا، على يعني مسألة مسائل كثيرة يعني إذا أذكرها. نعم. يعني
أين كانت بغداد من هذه المشاكل؟ لماذا في أوقات معينة تثير هذا الأمر؟ لماذا الاتفاقيات مع الإقليم بعيدا عن ممثلي المكونات الأغلب هم العرب والتركمان يعني ما تم إشراكهم في القرار، وهذا نوع من اللفح على الرفض العربي التركماني، هو إلحاق لواء العاشر بالجيش العراقي لي يعني توقعنا أنه يرجع مرة ثانية يدخل إلى المحافظة بمسمى آخر، لأن المسمى الأول مرفوض دستوريا. تم تنفيذ هذا القرار يعني الآن؟ القراءة نقول يعني التوقع المرحلة يعني قراءة سياسية قد تصيب قد تخطئ، لكن قراءتنا نقول يعني نراها بهالصورة هاي. لكن بالعموم السؤال حضرتك أنه بغداد نقطة تسجل عليها أنها لم تستشير أو لم تأخذ برأي واعتراضات المكونين العربي والتركماني وممثلهم في بغداد وانفردت بهذا القرار. فنرجع ونقول بأنه نحذر أن تكون كركوك ضمن المساومات وعلى طاولة التفاوض ضمن أي مكسب وضمن أي مساومة، لا نقبل أن تكون كركوك ضمن هذه المساومة. هل ستلجؤون إلى الشارع؟ الخيارات الدستورية والقانونية ذكرت لجنابك في البداية كلها مطروحة. نعم. طيب تتوقعون هكذا خطوة في هذا الوقت الحرج من البلد؟ الولد يعني الآن البلد يتعرض لكثير من التوتر، هناك احتجاجات في بغداد فيما يتعلق بملف الانتخابات، هناك ربما تصعيد في التوتر الأمني أيضا سيحصل خلال الفترة القادمة في ظل هذه النتائج التي تغيرت بشكل كبير في ضوء الخارطة السياسية الجديدة، ربما هناك توترات سياسية فيما يتعلق بتشكيل الحكومة، يعني الحكومة العراقية لم تتشكل في شهر ولا شهرين ولا ستة أشهر خلال الفترات الماضية خلال العمليات الانتخابية الماضية. في ضوء كل هذه التوترات والوضع الحرج الذي يمر به العراق، هل تتوقع أنه كركوك ستصبح ملف آخر يضاف، ملف توتر آخر يضاف إلى ملفات العراقية الأخرى؟ يعني نتخوف من هذا الأمر، وخاصة لديك عدو يتربص بك. نعم. وأصبح حضوره ليس في الأطراف إنما أصبح يتنقل يعني في أطراف المحافظة بشكل للأسف الشديد يمارس دوره في الإرهابي، وهذه تكون فرصة له للظهور أكثر وأكثر، وقد ينتج عنها عمليات تزعزع الأمن، ما حدث في ديالى قبل فترة وما حدث في بعض المناطق، هناك بعض النشاطات لهم، محاولات إعادة الفتنة الطائفية الفتنة الطائفية من جهة، حضور الداعشي من جهة، عمليات إرهابية الداعشية من جهة. صحيح أنه انتهى حضورها في الداخل وعملياتها ليست مثل قبل، لكن قد تكون فرصة لإعادة ترتيب أوراقهم والظهور مرة ثانية. هذا يكون في عندما تستمر تلك المشاكل السياسية والخلافات، وخاصة مسألة تشكيل الحكومة. لذلك نقول وذكرناها سابقا على الكيانات والممثلين والأحزاب جميعا أن تتجه وبفائق السرعة لتشكيل الحكومة للانتقال إلى مرحلة ثانية، مرحلة تخص الشارع العراقي الذي ينتظر الكثير من الحكومة القادمة. في ملف كركوك، ما هي رسالتكم إلى حكومة بغداد ورسالتكم إلى شركائكم ممثلي المكونات الموجودة في محافظة كركوك؟ إلى بغداد أن تكون كركوك ضمن الملفات لها الأولوية، وأن تستعين وأن يعني في أي قرار تقدم عليه أن يكون لممثلي كركوك جميعا الحضور في إصدار هذا القرار والمشاركة فيه. ولإخواننا في كركوك لهم يعني كل الحب والاحترام والتقدير جميع المكونات، لكن نقول دائما لتكن الشعارات تطبيق عملي بأنه كركوك في قلوبنا وكركوك هي نبضنا وكركوك أبناء كركوك جميعا هم أبنائنا، لا يكون التخندق القومي للأسف الشديد يأخذنا في متاهات أكثر من اللازم. أعمل لقوميتي، أعمل لعشيرتي، أعمل لمكوني، أعمل لكن بالأخير تكون النظرة بالعموم لجميع أهالي كركوك. الأجواء سانحة للجلوس إلى طاولة المفاوضات بين الكتل أو الممثلين المكونات في محافظة كركوك في هذه الفترة؟ يعني بالتأكيد في كل الفترات، في أوج الأزمة هو التفاوض متى يأتي؟ عندما تكون هناك مشاكل، وكلما كثرت تلك المشاكل وتفاقمت هناك فرصة للتفاوض بشكل أكبر، لكن ليس تفاوض الخاسر والفائز، تفاوض الأخوة
لإحقاق الحق لكل مكون، وبالتالي الكل ينعم بهذه المحافظة، ونريد لمرة واحدة ننعم بخيرات هذه المحافظة. أستاذ محمود شكرا جزيلا. أهلا وسهلا. مشاهدينا الكرام، في ختام برنامجنا أشكر ضيفي في الاستوديو السيد محمود زيدان عضو المكتب السياسي للتحالف العربي في كركوك لمشاركته اليوم في برنامجنا، والداعي بهذه التصريحات فيما يتعلق بالملف السياسي والأمني في محافظة كركوك والاحتجاجات التي تشهد العاصمة بغداد احتجاجا على نتائج الانتخابات. شكرا جزيلا أستاذ. مشاهدينا نلتقيكم في حلقة أخرى من برنامج ضيف وحوار. إلى اللقاء.